السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فما أحوجنا في هذه الأيام الكريمة العظيمة الشريفة أن نعيش مع ذكر الله عز وجل. وذكر الله تبارك وتعالى هو الوقود المحرك إلى محبته سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه وصححه، وصححه ابن خزيمة أيضا، من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، يعني على النوافذ، وده لكثرة الناس، الناس مش لاقين مكان، فقعدوا على النوافذ، قعدوا على الشرف، يعني اللي هي الشبابيك، فجلسوا على الشرف. فقال: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. ثم ذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة، ثم ذكر الخامسة فقال: وآمركم بذكر الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا، يعني هو بيجري والعدو بيجري وراه. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. فذكر الله تبارك وتعالى هو الحصن الحصين، وهو الملاذ الآمن الذي من دخله كان آمنا. فإحنا يا إخواننا في هذه الأيام المباركة مش عايزين نقعد ساكتين، طول ما أنت قاعد كده اذكر ربنا، سبح، هلل، كبر، اعمل اي حاجه، اعمل، قل اي ذكر، اي ذكر من اذكار التي شرعها الله عز وجل وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. روى الترمذي وابن ماجه واحمد، وقال الحاكم صحيح الاسناد، من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم بخير اعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
فالذين يذكرون الله تبارك وتعالى كثيرا هم أسبق الناس إلى الله، وهم أولى الناس بالله. ومن فوائد الذكر أنه يحط الخطايا، عايز ربنا يمحي لك ذنوبك كلها، وعايز ربنا يغفر لك، وعايز ربنا يسامحك، أكثر من ذكر الله. في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل، وهذا الإسناد حسنه الحافظ ابن حجر، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي، اسمع كده الحديث ده، ما عمل آدمي، مفيش عمل البني آدم ممكن يعمله يعني، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. يبقى ذكر الله تبارك وتعالى هو الشيء اللي انت لو لزمته واللي انت لو عملته تنجو تنجو. وأيضا من فوائد الذكر أنه غراس الجنة، الذكر هو غرس الجنة. في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإحنا عايزين نصلي على النبي طول ما إحنا قاعدين عليه الصلاة والسلام حتى نعطر هذه الجلسة أكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، يعني في ليلة الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام قابل سيدنا إبراهيم، لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. سيدنا إبراهيم الخليل بيسلم عليك ويسلم على كل مسلم ومؤمن من هذه الأمة، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها، شوف بقى غرس الجنة عشان تبدأ تغرس من دلوقتي، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هو ده غرس الجنة، ده اللي انت بتغرسه دلوقتي، ده اللي انت ينبغي عليك أن تكثر منه الآن. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. اللي بيذكر ربنا ده إنسان حي، اللي ما بيذكرش ربنا ومعطل لسانه ده ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالحياة الحقيقية تكون في ذكر الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من بني آدم يعيشون ويموتون كالأنعام السوائم، ويوم يموت أمثال هؤلاء لا يشعر المرء أنهم كانوا موجودون، على حد قول القائل: وقد يموت أناس لا تحس بهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا. كثير من الناس لما يموت ما تحسش اصلا انه كان عايش، ليه؟ لانه ما كانش بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، فكان الجزاء من جنس العمل. هو لما اغفل ذكر الله، الله عز وجل اغفل ذكره، يموت ما تحسش انه كان عايش. وايضا جماع النجاة وجماع ذلك الدين يكون في ذكر الله عز وجل. في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، صيام، صلاة، زكاة، حج، إلى غير ذلك من شرائع الإسلام، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل. شوف بقى العمل اللي انت إن لزمته تنجو، والعمل ده انت لو وظبت عليه ربنا سيعفو عنك ويغفر لك ويدخلك جنته سبحانه وبحمده. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بعمل
أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. ما تقوليش بقى حاجات كتير أعملها، أنا عايز حاجة بس واحدة أعملها أدخل الجنة. فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. فقال له صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى. يعني إلزم ذكر الله تنجو. أنت مش عايز ربنا يعفو عنك؟ خلاص، هو الذكر هذا فيه مكمن النجاة. أنت لو لزمت ذكر الله تبارك وتعالى تنجو. وصدأ القلب، القلوب هذه القلوب تصدأ، صدأ القلب يكون بالغفلة والذنب، الغفلة عن ذكر الله عز وجل والذنوب والوقوع في المعاصي. وجلاء ذلك الصدأ يكون أيضا بشيئين، بالاستغفار والذكر. أنت كده حاسس مثلا أنت مش مستشعر بالقرآن، مش حاسس بحلاوة القرآن، مش مستشعر لذة القرآن، يبقى انت بتعصي ربنا كتير وانت غافل عن ذكر الله. طيب عايز ارفع الصدقه ده اعمل ايه؟ استغفر ربنا كتير واسبح ربنا كتير. والاطباء ايها الساده يقولون ان اخف جارحه في جسد الانسان كله، اخف جارحه في جسدك كله هي اللسان. يبقى اخف عضو في جسدك كله هو اللسان. قالوا بحيث انه لا يستطيع الإنسان أن يحرك أي عضو من أعضائه كما يحرك لسانه. أنا ما أقدرش أحرك إيدي. أنت ممكن تتكلم قد إيه في اليوم؟ ممكن تتكلم ال 24 ساعة بحالها. طيب أنت تقدر تحرك إيدك قد إيه في ال 24 ساعة؟ طب تقدر تحرك رجلك قد إيه؟ طب تقدر تعمل إيه؟ ما تقدرش تحرك أي عضو كما تحرك لسانك. فاللسان ده هو أخف جارحة في جسدك كله. يبقى أنت ما تخافش، لسانك مش هيتعب، لسانك مش هيتعبك في شيء إطلاقا. اسمع إلى هذه الأحاديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. تخيل الكلمة دي، كنز من كنوز الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. شوف أذكار بسيطة جدا جدا جدا، ومع ذلك تحط بها عنك خطاياك وتغفر بها ذنوبك. طب انت ليه بتعطل لسانك؟ لا، ينبغي عليك ان تعمل لسانك في ذكر الله. حاول بقدر المستطاع انك تذكر ربك كثيرا سبحانه وتعالى. يبقى احنا اخواننا لقاء اليوم مش عايزين نعطل لساننا عن ذكر الله عز وجل. عايزك طول ما انت قاعد كده تذكر ربنا، انت قاعد تذكر ربنا، ماشي تذكر ربنا، حتى لو انت مضطجع اذكر ربك سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى ينبغي عليك ألا تعطل لسانك عن ذكر الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كثرة ذكره وشكره وحسن عبادته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.